ما شاء الله مربوحه مربوحه، ما دابا ما نقدر نقول والو فهمتي، ان شاء الله ان زيرو شي حاجه بحال هكاك وهادشي اللي كاين. دابا لومبيونس مزيانه وكلشي هو هذا، هما الصراحه ضريفين تقبلونا مزيان، ولكن فهمتي كيبغيو يكونوا هما اللي رابحين، يمكن يعني 3-0 3-0. يعني ما خايفينش من هذه الاجواء انها توقع زعما شي؟ لا لا ان شاء الله ما يوقع والو، ان شاء الله يكون خير. وكنتمنى من الله تعالى فاليوم المنتخب الوطني المغربي ينتصر بواحد واحد ولا جوج زيرو ان شاء الله، باش يكون الروتور اللي صالح لينا ونلعبوا في بلادنا بالاريحيه. في الحقيقه متحمسين، ولكن التصرف ديالهم كيعطي واحد البسمه، يعني كتكون واحد الاريحيه من حقهم كيشجعوا المنتخب ديالهم. حتى حنا ان شاء الله غنكونوا في المستوى اليوم. الاجواء كانت جيده جدا، واخا كان الحراره، ولكن التنظيم كان رائع من طرف الجامعه المغربيه، وكان في المستوى كيشرف المغرب وكيشرف الكره الوطنيه. ودابا حاليا كنتواجدوا في الفندق قبل الذهاب الى الملعب، والاجواء جد حاره، والجمهور الكونغولي جد متشجع لهذا اللقاء، وكلهم ينتظرون الفوز بنتيجه عريضه 3-0، ولكن كنظن ان المنتخب المغربي سينتشر بالنتيجه ديال 2-0.